تون يا اخوي، وش سالفه الناس اللي مع المرايه يقولون يا اخوي كسرها واحد؟ قلت امثل قلت له بشويش من الحلال سوي انك تريد نفسك تكسرها، راح تحبس كسرها زياده. عاد انت مو بضمه ضمير عاد والله جاوا ناس يدعون علي يا اخوي. انا سويت مشهد تمثيلي للي صار، والناس يحسبون انه صدق هذا اللي صار وهذا كسر رايك. بقول له دقيقه لحظه شوي بس دقيقه بس الكاميرا شغلها. يلا الحين اكسر الذيب. شنو عاوز تقول فضلك؟ يقول شو تريد مني عقب ما خيبت ظني؟ هسه جاي تقول احبك انت لو بعدك تحبني ما كتلت القلب في ايدك وبالخيانه تتهمني. وكاني بدموع رسمتك ولك بنيت ما هدمتك، وهسه جاي تقول اخونك. روح عمي روح، انت شاذب ما تحبني. امس ساهر ويا طيبك نشكي من بردك وصيفك، وسسولة جاي ترجع هو دبارك دبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، كيف حالك؟ طيب. الاسم الكريم الغالي محمد الغامدي يا غالي. والله نعم، والله نعم. الله يسلمك. انا بس شفتك تسكر الشنطة ما شاء الله، لا ايدينك مو موجودات الثنتين ولا لك الا رجل واحدة. اي نعم الحمد لله. وهذه ها عشان يتأكدون الناس انك شفتك متفاعل تنزل الاغراض وتسكر الشنطة بالحالك، يعني انا بيك تقول نصيحة للي كاملة اعضائه واللي الشباب يعني اللي يبي السواق ويبي احد يخدمه. حتى يوم قلت لك افتح لي الباب حسبك ما انت فاتح لي، تاخرت في الفتح دريت انك تحاول تفتحه. لا الحمد لله ما عندي اشكاليه في الامور ذي. وبالنسبه للي تقول نقول الواحد يعتمد على الله سبحانه ثم على نفسه. ايه انا بنصيحه بس لكي الشاب يتعب. إيه لا شك ان الواحد واجب عليه انه اول شيء يحمد ربه على النعم اللي عنده. نعم نعم. ويتفكر في حال اللي اقل منه. نعم. ويجد يعني